والله ما اقدرش اقول ان ماتش برشلونه وفرانكفورت عجبني، علشان كده ما حبيتش اتكلم فيه. كنا عاملين نتيجه ايجابيه وتعادلنا 1-1، بس الامانه شفت ان برشلونه ما عملش مباراه محترمه جوه الملعب. برشلونه قدر يتعادل بهدف فيران توريس، لكنه ما قدمش كره قدم محترمه قدام انتراخت فرانكفورت. بس النهارده بصراحه اكتر حاجه صدمتني هي البدايه الغلط برضو بالنسبه لتشافي. يعني تشافي الماتش اللي فات حط اداما وما حطش عثمان ديمبيلي، النهارده بيحط في نص الملعب نيكولاس جونزاليس وفرانك ديونج وبوسكيتس. هتقول لي وايه المشكله؟ هقول لك المشكله ان الثلاثه ديفندرات صرف، الثلاثه ديفندرات صرف. فرانك ديونج ما بيعرفش يعمل ادوار هجوميه، ومهما اختلفنا مع بعض فرانك ديونج مش بيعرف يعمل ادوار هجوميه. نيكولاس جونزاليس المكان الوحيد اللي لعب فيه طول مسيرته هو مركز 6، وده باعتراف تشافي هرنانديز نفسه. فلما تشافي هرنانديز بيحط نيكولاس جونزاليس وفرانك ديونج وبوسكيتس، معناه انك بتلعب ثلاث ديفندرات صريحين، ثلاث ديفندرات، حتى لو واحد يمين وواحد شمال مش هيعرفوا يعملوا ادوار هجوميه، علشان هم مش من الخصائص اللي بتميزهم الادوار الهجوميه. عثمان ديمبلي فيران توريس كانوا شايلين هم الشكل الهجومي بجانب طبعا بيير امريك اوباميانج. يعني انت المفروض دلوقتي ان اللي بيعمل الدور الهجومي من نص الملعب هو الجناح اللي هو ناحيه الشمال، موجود هنا عثمان ديمبلي، موجود ناحيه الشمال اسف فيران توريس بيعمل الادوار دي، لان فرانك ديونج ما بيعرفش يعمل الادوار دي. المفروض ان فرانك ديونج هيعمل واجب دفاعي كويس علشان خاطر يغطي التقدمات اللي هيعملها جوردي البا. طب جوردي البا تقدم الشوط الاول، والله برشلونه الشوط الاول كان منظره سيء جدا، برشلونه الشوط الاول كان منظره سيء. مهما اختلفنا او مهما قلنا ان ده كان ماتش عظيم، بس معنى انك تحسب عليك 3 ضربات جزاء معناه ان خط دفاعك في مشاكل كتير وفي عك كتير قوي. برضه هرجع اقول ان ريك جارسيا مدافع مش كويس، مع احترامي يعني. إيريك جارسيا، ثنائية إيريك جارسيا ورونالدو أروخو بيكون كلها مرمية حوالين رونالدو أروخو. النهارده داني ألفيش عمل ضربة جزاء ما يعملهاش ناشئ صغير، أنا استغربت بصراحة إزاي تكون خبرات وتضرب الراجل في منطقة الجزاء كده. بيتم تسجيل الهدف الأول عن طريق موراليس، وبعد كده بيتحسب علينا ضربة جزاء تاني عشان يجي هنا مارك أندريه تير شتيجن متصدر ضربة الجزاء دي ويخلينا لسه عايشين وبنتنفس في الملعب. عشان خاطر السيد تشافي يعرف ان هو عامل جريمتين هنا في نص الملعب، الجريمه الاولى هي نيكولاس جونزاليس والثانيه هي فرانك ديونج، فبيطير نيكولاس جونزاليس وفرانك ديونج وبيحط مكانهم بيدري وبيحط مكانهم جافي. ودي افضل حاجه تشافي عملها، انه صحح الاخطاء اللي هو بدا بيها. يعني هو بدا غلط، لما صحح الاخطاء اللي هو عملها برشلونه على طول قدر ان هو يسجل هدف التعادل عن طريق بيير امريك اوباميانج من عرضيه جميله لعثمان ديمبلي. والهدف الثاني، الهدف الثاني في شغلك بقى، تغيرتينك، جافي بيعمل الاسيست لبيدري علشان بيدري يصوت تصوبه جميله تروح في مرمى فرقه ليفنتي، علشان بعد كده برشلونه تحسب عليه ضربه جزاء عن طريق البديل الاسطوري كليمون لانجلي. كليمون لانجلي بيغطي الاوفسايد وبيتعمل عليه ضربه جزاء وبرشلونه بيتعادل، علشان تشافي هرنانديز يقرر ان هو يعمل التغييره اللي بالنسبه لي كانت تغييره مهمه جدا، وهي لوك ديونج مكان بيير امريك اوباميانج وادام تراوري مكان عثمان ديمبلي. وللاسف ادام تراوري مش هو اللاعب اللي هينزل يجيب لك جون. فالحمد لله رب العالمين لقينا ان برشلونه قدر ان هو يتلعب عرضيه من جوردي البا، لعيب زي لوك ديونج بيقدر يحطها. لوك ديونج اللي مهما هتكلم عليه مش هوفيله حقه، لان الراجل ده انا كنت منتقد الصفقه بتاعته، بس للامانه الراجل ده قادر يخلص لنا ماتشات كتير. لوك ديونج للامانه برشلونه استفاد منه كتير جدا، مهما كنا مختلفين على الصفقه، مهما اتريقنا على لوك ديونج، بس لوك ديونج اثبت لنا ان احنا كنا غلطانين. سخريتنا من لوك ديونج كانت افواره في بعض الاحيان. عاش لوك ديونج، والله عاش لوك ديونج. طبعا بعد نهايه المباراه لقينا الكلام على تاثير تشافي وعظمه تشافي، وبرشلونه اول مره يكسب في ملعب ليفنتي، مع ان كل الناس نسيت الشوط الاول ونسيت ان تشافي اساسا هو اللي اخطا بالبدايه بنص ملعب لا يصلح ان هو يعمل ادوار هجوميه. بس المهم انك صلحت غلطك، كل ما صلحت غلطك سيبهم بقى يزوتوا للصبح، سيبهم يقولوا عليك انك مدير فني عالمي، سيبهم يقولوا ان تاثيرك بدا يفرق مع الفريق. برده مش هننكر ان تشافي عامل حاله جوه برشلونه، مهما كان لسه بيتعلم تدريب، بس تشافي عامل حاله جوه برشلونه. فوز مهم جدا علشان خاطر المركز الثاني. انا مش ملاحق لريال مدريد، لان انا في فرق كبير ما بيني وبين ريال مدريد، في فرق عم بنتكلم في 12 نقطه، فالموضوع صعب جدا ان احنا نتكلم على منافسه على الدوري. اي كلام على منافسه على الدوري حتى لو متاجل ماتش الموضوع صعب تماما. بس المرحله اللي انا فيها برضو هرجع تاني وتالت ورابع واقول ان انا ما كنتش متوقع المرحله دي، ولا كان عندي حلم ان انا اوصل لمركز تاني في ظل الموسم اللي كان كارثي ده. فتحيه كبيره جدا لتشافي،
تحيه كبيره جدا لتغييرات تشافي، تحيه كبيره جدا لبيدري اللي عمال يتطور من كل مباراه بيلعبها مع تشافي، تحيه كبيره لجافي، جافي اللي في كل الاوقات بسم الله ما شاء الله بينزل بيقدم اداء كويس، بس ينزل في المكان اللي هو بيعرف يلعب فيه وهو ناحيه الشمال كلاعب نص ملعب. اتمنى نكون استفدنا من الماتش ده، ان احنا نعرف ان احنا ما عندناش مدافع محترم اسمه كليمون لانجلي. اتمنى ان احنا نحاول نغوره ونحاول نشوف له بيلعب اقرب فرصه ممكنه، لان اللعيب زي ده بيكون متعب جدا للجمهور وصعب جدا ان انا اتقبل فكره ان كليمون لانجلي يكون موجود هو اريك جارسيا. دي مش ثنائيه تخرب البيوت، دي ثنائيه تكرهك في عالم كره القدم. بس الحمد لله برشلونه قادر يحسم المباراه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو شايف ان المباراه كانت مثيره جدا فانا ما كنتش شايف ان المباراه مثيره بقدر ما كنت شايف ان المباراه اثارتها جت في اخطاء خط دفاع برشلونه لا اكتر ولا اقل.